أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية من شاشة التلفزيون المصرية للمؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وجهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية. في هذا المؤتمر تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن حزمة من الإجراءات والتي من شأنها أن تتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي، هذه الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بالتأكيد تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. تحدث السيد مصطفى مدبولي في هذا المؤتمر عن الكثير من الإجراءات التي تستشرف المستقبل القريب فيما يتعلق بوضعية الاقتصاد المصري بمختلف مفرداته ومختلف مجالاته، والكثير من السياسات التي تنوي الدولة المصرية القيام بها لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من آثار فيما يتعلق بارتفاعات غير مسبوقة للتضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار. تحدث مصطفى مدبولي في هذا المؤتمر عن أزمة الاقتصاد العالمي، تحدث عنها باستفاضة وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري كجزء أصيل من الاقتصاد العالمي، وتحدث عن قوة الاقتصاد المصري الذي استطاع أن يتحمل تبعات أزمة ربما سبقت هذه الأزمة العالمية التي هي بسبب الأزمة الكورية الأزمة الأوكرانية الروسية وهي بالطبع أزمة كورونا، وتحدث عن كيف يمكن للاقتصاد المصري بالعديد من الإجراءات أن يقف أمام هذه الأزمة، وتحدث أيضا عن الكثير من الإجراءات. قال إنه لولا معدلات الإصلاح الاقتصادي ولولا المشروعات الاقتصادية التنموية ومعدلات التنمية التي استطاعت مصر أن تتخذها في المرحلة الفائتة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا. وأيضا نحن نشهد زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس، وأيضا تحدث عن تداعيات الحرب والتي فرضت علينا أعباء مالية ضخمة، وأن مصر اتخذت إجراءات حماية مجتمعية طبعا للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وكيف تقوم الدولة المصرية بدعم هذه الفئات بمجموعة من السياسات. وأيضا تحدث عن خروج لرؤوس الأموال الساخنة، والحكومة اتخذت خطوات لتعويض هذه الأموال. طوال الوقت يتحدث عن البدائل المتاحة للاقتصاد المصري وللسياسات المرنة للدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة. وجه الشكر هنا للدول الخليجية التي تعاونت وقامت بدعم مصر بأشكال مختلفة لتحقيق الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر. وأيضا تحدث عن الحكومة المصرية ماذا تقوم به الآن، وأيضا ما الذي ستقوم به خلال الفترة القليلة القادمة طبعا لتحجيم آثار الأزمة السياسية وآثار الأزمة والحرب بين أوكرانيا و روسيا، وتعزيز دور القطاع الخاص. هنا في هذا الصدد تحدث باستفاضة عن أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وكيف تقوم الدولة المصرية بكافة أجهزتها بتعزيز هذا الدور ودعم المنتج المحلي وتحسين وتصنيف مصر في المؤشرات الدولية. وأيضا قال إنه من الوارد زيادة نسبة الفائدة خلال الفترة المقبلة،
وأيضا تحدث رئيس الوزراء عن الكثير من الأمور الخاصة بالوضع الاقتصادي المحلي فيما يتعلق مثلا بالزيادة المتسارعة في أعداد السكان والتي تفرض علينا أعباء متزايدة كما ذكر، وتحدث عن استثمارات القطاع الخاص، وتحدث أيضا عن الكثير من التساؤلات التي تجول في أذهان المصريين حاليا، وفند كل هذه التساؤلات. وطبعا كان لهذا المؤتمر أهمية كبيرة في الكثير من الرسائل والكثير من التوضيحات الخاصة بوضعية الاقتصاد المصري الحالي. إذن مشاهدينا، جملة من الإجراءات والسياسات تنوي الحكومة المصرية أن تنفذها في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري. نتابع مع حضراتكم هذه الصورة بشكلها الشامل، وهذا المؤتمر بكل ما جاء فيه مع دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. أهلا بك دكتور. دكتور محمود، يعني بداية، أهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت وفي أجندته وفي مخرجاته. يعني يمكن أهمية هذا المؤتمر بتنبع من درجة خطورة الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم الآن، يعني حقيقة الأمر تتصنف لها الأخطر، يعني حتى إذا ما قرنت بأزمة كوفيد 19 هي الأخطر في تداعياتها الاقتصادية، لأنه يعني بيكتنفها حالة كبيرة من اللايقين، لا يستطيع أحد أن يتنبأ ما الذي يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه يعني بتستخدم السياسات الاقتصاديه وادوات السياسه التجاريه كاحد ادوات الصراع العسكري. يمكن بمقارنه بسيطه بينها وبين ازمه كورونا، يمكن على الرغم من ازمه كورونا اوصلت العالم الى حاله من حالات الاقتصاد شبه المغلق حسب توصيف صندوق النقد الدولي، الا انه كان هناك تعاون او شبه تعاون دولي للقضاء على هذا الفيروس، لكن الامر الان يختلف، نحن امام معسكرين، معسكر غربي ومعسكر شرقي ان صح التعبير، يستخدم فيه الاثنين ادوات الاقتصاد لفرض العقوبات ومحاوله الهيمنه حتى فيما يتعلق بالعمله السائده دوليا، لا نعلم اذا كان الدولار سوف يسيطر على هذا الامر او سوف يحل محل الروبل او الايوان، ام اننا مقبلين على حاله من حالات التعدديه القطبيه ما بين ان هناك اكثر من زعامه اقتصاديه على مستوى العالم، وبالتالي يعني هذه الحاله من اللايقين بتكون تداعياتها اكثر خطوره على الاقتصاديات الناشئه واقتصاديات الدول الناميه. يمكن مصر اكثر افضل حاله من كثير من الدول، ويمكن ده مش من قبيل الصدفه ولكن بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي، وزي ما حضرتك تحدثتي انه التخوف من رفع سعر الفائده وهروب الاموال الساخنه من البنوك المصريه يمكن احد الوسائل البديله ل صحيح اتخاذ الاجراء برفع سعر الفائده داخل البنوك المصريه هو اجراء احترازي اولا ليس لرفع. شكرا جزيلا لك دكتور. اذا مشاهدينا نتواصل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، التغطيه ما زالت مستمره.